وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل الفاضل الكريم من اليمن، نسأل الله يمن علينا وعليهم بالسلام والأمن والأمان وجميع ربوع بلاد المسلمين يا رب العالمين. ونحن في جنبات بيت الله الحرام 27 خلونا من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام، ونحن في عشية بعد صلاة عصر. يسأل السائل الكريم يقول هل يجوز أن أعطي أكثر من الصاع لشخص واحد مثلا 5 آصع؟ نقول لا مانع في ذلك، لا حرج في ذلك. زكاة الفطر كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو بر أو قطع أو شعير عن كل من يمون الرجل وعن الحمل في البطن مذهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإن زدت على ذلك فلا حرج. والمستفيد فئة واحدة هم الفقراء، والأصل أن تخرج طعاما لا مالا كما هو قول الجمهور. واختاره شيخ العثيمين وقال وابن باز وقال وما يخرج من دون الطعام أرى أنه لا يجزي، وهو الأقرب والعلم عند الله من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الحاجة كانت في ذلك الزمان ملحة للمال وكانوا يطلبون الدراهم، لكن النبي قد وضح أنها تخرج طعاما ولا تخرج مالا. ويجوز أن تعطى كلها لفقير واحد أو لعدة فقراء فلا حرج في ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.